10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق المنتخب الأردني والبحريني. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة، وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الآسيوية التي ستجمع بين منتخب الأردن ومنتخب البحرين في المباراة المهمة التي يسعى فيها المنتخبين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع، حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. استعدوا لها، ستنطلق المباراة بعد قليل، ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلكم البث المباشر عن انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.